معكم هدى عثمان لتقديم تقرير العملات اليومي من بورصة نيويورك، ولليوم الخامس من شهر مارس لعام 2013. اليوم نجد أن اليورو قد ارتفع أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن صدرت بعض التقارير الاقتصادية الإيجابية بمنطقة دول اليورو، ولكن حد من هذا الارتفاع توقعات بعض المستثمرين بأن البنك الأوروبي المركزي قد يقوم خلال هذا الأسبوع بخفض سعر الفائدة الرئيسي. نبدأ باليورو مقابل الدولار، ويتم تداول الزوج عند مستوى دولار فاصل 30.53، وتوقعات المحللين بتريدنج سنتر هو أن هذا الزوج سيرتفع وفوق مستوى دولار فاصل 30.10. الزوج يواجه تراجعا عند مستوى الدعم وقبل الاستمرار في الارتفاع. أما بالنسبة للدولار مقابل الين الياباني فيتم تداول الزوج عند مستوى 93.13، وتوقعات المحللين بتريدنج سنتر تشير إلى أن هذا الزوج سيواجه ضغطا، فالزوج قد ارتد ولكنه يقف دون مستوى المقاومة الجديد. أخيرا اليورو مقابل الين الياباني يتم تداول الزوج عند مستوى 121.53، وتوقعات المحللين بتريدنج سنتر هو أن مستوى الدعم سيكون عند 120.90. الزوج يواجه تراجعا عند مستوى الدعم الجديد والذي كان يمثل مستوى المقاومة السابق وقبل الاتجاه للارتفاع. مؤشر كونز بيل RSI يتجه للارتفاع ويقف عند منطقة الحيان. وبذلك ننتهي من تقريرنا لهذا اليوم، ونشكركم لمتابعتنا.